هل أصبح عيد الميلاد مجرد عطلة للبيع والشراء؟ أم هناك أدلة تاريخية حقيقية ترمز لمعنى أعمق؟ تعالوا معنا في رحلتنا لنكتشف المعنى الحقيقي لقصة الميلاد. رحلة الميلاد. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين من الأراضي المقدسة، أنا بدعوكم معي في هذه السلسلة الشيقة لدراسة رحلة الميلاد، دراسة تاريخية وأيضا دراسة كتابية. أنا موجود حاليا على جبل الزيتون الذي يطل ويشرف على البلدة القديمة أورشليم القدس. في هذه الرحلة رح نتحرك إلى أماكن عديدة، رح نروح إلى منطقة الشمال إلى بحيرة طبرية، ثم ننتقل إلى مدينة الناصرة حيث البشارة، سوف نرجع إلى الجنوب مرة أخرى إلى أورشليم وإلى بيت لحم حيث ولادة يسوع المسيح، ننتقل إلى بيت صحور حقل الرعاة، وأيضا رح نروح للجنوب إلى منطقة الصحراء منطقة قمران حتى نكتشف مع بعض وندرس مع بعض عن رحلة الميلاد ونتعلم أكثر عن هذه الشخصية التاريخية اللي أثرت وغيرت التاريخ. أنا بدعوكم معي لنستمتع معا بدراسة هذه السلسلة الشيقة رحلة الميلاد.